بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده هو من فيديوهات المحتوى الخاص من كتاب ماي نيو فريند، هننشره على اليوتيوب علشان الناس تعرف الكتاب محتوى إيه بالظبط. بداية ده كتاب الترم الثاني، اليونتس من 7 ل 12. أول حاجة كده طبعا شكل الكتاب المحترم، ورق الكتاب العالي الجودة الفظيع الشكل، يعني حاجة محترمة كده يعني، أو حاجة آدمية زي ما بيقولوا كده. كل وحدة يا جدعان بيكون فيها الآتي: اولا بتبدا الوحده بالتعريفات، وبعدين الكلمات مقسمه لاجزاء زي ما هنشوف، حروف الجر اللي في الوحده والتعبيرات والمتلازمات اللفظيه ومرادفات ومعكوسات مشتقات الكلمات الهامه، المعاني الجديده للكلمات الرئيسيه والملاحظات اللغويه اللي في الوحده. وبعدين في نصوص الاستماع، طبعا كل نص استماع مفسر ومترجم كده زي الفل، وشويه تمارين على الكلمات والقواعد اللغويه وتمارين على القواعد اللغويه. وبعدين بعدها جزئيه المهارات والترقيم، كل وحده فيها جزئيه مهارات وترقيم. طيب تعالى بقى كده نمسك الوحده كده، خضم الوحده بيقول ايه. طبعا الوحده الاولى ذا مينينج اوف سكسس، الراجل في البدايه جاب لك التعريفات زي ما هو قال لك، وبعدين شويه كلمات، والحاجه الجامده في الكتاب ده انه جايب الكلمات التعريفات وبعدها اسئله على التعريفات، يعني انت ما انتش هربان منه ابدا يعني. وبعدين الفوكابلري بروبوزيشنز، حروف الجر وكده، وبعدها برنس، اسئله على حروف الجر، برضو كتاب محترم. طيب الاكسبريشنز والكولوكيشن وكده، وبعدها اكيد يعني تمارين عليها زي ما انت شايف كده، وبعدين السينونيم والانتونيم وكذلك اسئله عليها، والمشتقات كل جزئيه عليها اسئله. ده موضوع محترم. الموضوع الاكثر احتراما موضوع لانجويج نوتس وامثله اللي عليها، وان هو ما شردش في الموضوع، ما زودش في الموضوع زياده عن اللازم يعني، ما سرحش بخياله وافور في الحوار يعني. الموضوع طبيعي جدا، اسئله محترمه، كلمات محترمه. بعد كده اي ليسننج تكست، الكلمات الزرقاء دي مترجمه تحتها كده بشكل محترم كده، نظام منظم، تحس انك بتتعامل مع حد بني ادم يعني. بعدها بشويه كده شويه تمارين على الفوكابلري والنوتس، دي الاسئله الاساسيه. كم سؤال يا عم؟ عندك اتنين او سبعين، عندك 70 سؤال. طيب ده قدر كبير جدا من الكلمات. بعدها المضارع التام، المضارع التام مستمر، وشويه تشيك بوينت ملحوظه وتشيك بوينت ملحوظه وتشيك بوينت، حاجه كده دلع المحترمين يعني. طيب بعد كده مديني التمارين اللي على الجرامر. كام سؤال يا باشا؟ مديني كام سؤال؟ مديني 68 سؤال، يعني 70 سؤال. ده البارت 1. البارت 2 كذلك الامر، نفس القصه ونفس الترتيب. طب جايب كام كلمه على او كام سؤال على الكلمات؟ مديني هنا 46 سؤال. وبعدين الصفه والظرف، شرح الصفه والظرف بشكل محترم برضو كده منظم. الكتاب ده من الكتب اللي انت فعلا ينفع تعتمد عليها وتذاكر من وراها القواعد، وان كنت دايما بفضل انك تذاكر القواعد من شرح المستر اللي انت شغال معاه عشان ده افضل. بعد كده بقى شويه التمارين الجامده على القواعد، مديني كام سؤال على القواعد دي؟ 70 سؤال. هو بيتراوح من 40 ل 70 سؤال، ودي حاجه محترمه. جزئية الرايتنج، شرح لك الرايتنج، وبعدها طبعا مديني شوية أسئلة كده على الرايتنج كده، حاجة لوز يعني تعجبك الدنيا دي إن شاء الله. نشوف الأسئلة، مديني كام سؤال على الرايتنج؟ مديني 12، أدي 20 سؤال على الرايتنج. وبعدين جنرال سكيلز، الجنرال سكيلز دي أسئلة بتكون نازلة في اللونج مان من غير أي مسمى كده يعني، حاجات كده عامة يعني، الراجل ما أهملهاش وجايبها لك وكاتب لك عليها لونج مان عشان ما تفتكرش إن هو بيفتكس عليك، جمل كده جامدة جدا، ترجمة ومهارات وحاجات كده. وبعدين برضه تبع رايتنج اتوبيك والقصه دي، انت كده خلصت الوحده الاولى. طيب بالنسبه للقصه الجزء الثاني بقى اللي هو فصول القصه، جريت اكسبكتيشنز، اديني الشرح وكده، كل الكتب عن الحركه دي، ان في اسئله ومجابه وقصه كده، وبعدين عندك 30 سؤال من غير اجابه، حاجه كده ما شفناهاش في كتب ثانيه. والام سي كيو كذلك برضه على الكلمات. الجزء الثالث من الكتاب ده الازهر الشريف، اخواتنا اللي في الازهر الشريف ما تزعلش. عندك هنا جايب امال عظيمه والاسلاميك سيلكشنز الاثنين. جايب اسئله تنفع للازهر يعني جايب 17 سؤال. كام سؤال دول؟ جايب 26 سؤال ينفعوا للازهر. وبعدين مالتيبل شويس اختياري للازهر برضه. جامد جدا الكتاب ده بصراحه، ده رايي الشخصي في الكتاب. طيب اللي هيثبت مدى ان الكتاب ده جامد ولا مش جامد الحل. فعشان كده انا قررت ان انزل الجزء بتاع الوحده الاولانيه ده على اليوتيوب عشان الناس تشوفه. فلو حضرتك حابب تنضم لنا في المحتوى الخاص في كتاب A1 او كتاب ماي فريند، الحق تواصل معانا على رقم الموبايل الموجود في الوصف واللي ظاهر قدامك اكيد على الشاشه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، دي مع اولى معاركنا مع كتاب ماي نيو فريند، كتاب كده من الكتب اللي انا اصلا برتاح لها نفسيا بصراحه يعني. هتحس ان انت وانت بتحل في الكتاب ده انه مطبوخ طبخه محترمه كده، وانت حاسس بطعم الكتاب. تعال نشوف عشان نشوف الكتاب ده افضل ولا كتاب A1. مش انا اللي هقول طبعا، حضرتك اللي هتثبت او هتقول بنفسك. وده مش معناه ان بقول كتاب A1 مش كتب من الكتب اللي وحشه، لا انا شغال منه في السنتر وزي الفل. الكتاب ده هو تاني كتاب نشتغل منه السنه دي. هنبدا نحل مع بعض وانت بنفسك احكم مين احسن ومين افضل. اكيد كل كتاب فيه مميزات وفيه عيوب،
هتكتشفها مع نفسك. تعالى كده نبدأ. أنا بسميها معارك لأنها فعلا معارك مع الكتاب، وتنتهي إن شاء الله بانتصارك العظيم لما تخلص المنهج وتحل الامتحانات وتحصل على الدرجة المحترمة اللي أنت عايزها. قبل ما أبدأ بذكرك إن الفيديو ده ضمن فيديوهات المحتوى الخاص، لو حابب تنضم لينا على المحتوى الخاص تواصل معايا على رقم موبايلي اللي ظهر قدامك دلوقتي وانضم لينا في ركاب الشرح، عشان إن شاء الله هنبدأ بعد فترة قليلة جدا في المراجعة وهيكون فيها ضرب نار. طبعا احنا بنعمل 3 حصص، حصتين في المنهج وحصه مراجعه نهائيه. تعال نبدا بسم الله. اول سؤال معانا بيقول لك I was really fascinated، انا كنت منبهر تماما. The view was، المنظر كان، تعال بقى نترجم واحده بواحده كده. Impressing دي معناها ابهار، impression دي معناها انطباع، impressive معناها مبهر، طب impress معناها يبهر. طيب اول سؤال كده بيقول لك انا كنت منبهر تماما، المنظر كان مبهرا، يبقى impressive يا باشا ده. طب ده معناها I was impressed، يعني انا كنت منبهرا. طيب امال ايه الكلمه دي؟ الكلمه دي لو انا عايز اقول لك مثلا impressing her، ابهارها، was my my main goal، كان هدفي الاساسي. don't impress me، لا تبهرني. your impression، انطباعك، wasn't good، لم يكن جيدا. او you didn't give me the right impression، لم تعطيني الانطباع الجيد. because of his accomplishments، بسبب انجازاته. my father has always been a to my sons، ابويا كان دايما ايه. الجمله دي من الجمل في مكرره. بسبب انجازاتي ابويا كان an inspiration، الاولى inspiration يعني الهام. امال ايه respiration؟ ده التنفس، من الجهاز التنفسي. hindrance دي زي كلمه block اللي انت فاكرها اكيد، block يعني يعيق، hinder يعيق. hindrance بقى معناها عائق، obstacle دي معناها عائق او معوق، يعني معناها عائق، عائق. طيب انا هنا بقى قبل ما ابدا احل عايزك تركز معايا في الكلمتين اللي هقول لك عليهم دول، عشان الكلمتين دول مطلوبين ومهمين. اللي عايز اوضحه دلوقتي ايه، انا ممكن اقول لك في الجمله دي، اسمع كده، my father يعني ابي، was ابي، was يعني ابويا كان، يعني was not، هنا ساعتها هنقول inspiring يعني ابويا كان مبهر. طيب my father was a او an، هتروح انت قال لي ins inspiration، ابويا كان يمثل الهاما. الثالثه انك تقول my father was an inspiring person، يعني ايه inspiring person؟ يعني ابويا كان شخصا مبهرا ملهما. طيب فانت هنا حضرتك في الجمله دي قلت لي في الجمله ان بسبب انجازاته ابي كان مصدر الهام، يبقى كان inspiration. طيب my uncle is an assistant at city council، قلنا قبل كده سيتي كونسل اللي هو مجلس المدينه. ابويا كان administrative assistant، ده مصطلح انت حافظه، اللي هو المدير الاداري او المساعد الاداري في مجلس المدينه. administration دي اللي هو الاداره نفسها. administrate معناها يدير، administrator ده المدير. which not do successful people share so they can keep making progress، ما هي الايه اللي الناس الناجحون بيتشاركوا فيها عشان كده يعرفوا يعملوا تقدم وتطور؟ اكيد ما هي الخصائص والصفات والسمات اللي هي اسمها qualities. طب امال ايه يا عم كوانتيتي؟ كوانتيتي معناها كميه، معناها كميه. امال كلمه ديميريتس؟ ديميريتس دي اللي عكسها ميريتس، ميريت اللي هي معناها ميزه. طب ديميريت معناها عيب. طب اوبستاكل قلنا بعد كده قبل كده معناها عقبه، تمام. طيب انت بقى بتقولي ما هي الخصائص، يعني عايزك تعرف برضو، عشان احنا قلنا الكلام ده في الفيديو اللي فات لو انت سمعته. يعني قلنا قبل كده ان كلمه كواليتي، كواليتي كده دي معناها كده الجوده. طيب وفي الحته دي كده هي اسم لا يعد، ما ينفعش نجيب قبلها ا ولا ان ولا ينفع نجمعها. طيب كلمه كواليتي احنا ممكن نتعامل معاها كاسم معدود، فنقول قبلها ا كواليتي، دي معناها صفه من صفات البشر، وجمعها في الحاله دي هيكون كواليتيز، هنشيل الا الواي ونحط مكانه اي اس، اللي معناها صفات البشر او خصال البشر. طيب الجمله رقم 5 يا باشا بيقول لك دايتس ار موست افكتيف، الريجيم بيكون فعال جدا لما يحصل ايه بالتمارين. ديل يتعامل، وانت عارف ان ديل اصلا بعدها حرف الجر ويز، وبتساوي كلمه تريت، تريت يعني يتعامل، وديل ويز يتعامل، بريفنت يعني يمنع، وعلى فكره بيجي حرف الجر اللي بعدها فروم. سيبريت معناها يفصل، وسيبريتد معناها منفصل، كومباين يعني يوحد او يجمع. وانت عارف ان احنا بنقول ان الرجيم بيكون فعال لما يتحد مع، يعني لما يجتمع مع التمارين. وهنا لن يفوتوني ابدا ان اقول لك على الملحوظه الجامده جدا دي اللي هي ايه. انا قلت لك قبل كده على السبوره في الحصه اللي فاتت كلمة كومباين، ممكن نقول كومباين شيء ويز شيء تاني تو المصدر. طب دي معناها ايه؟ معناها يوحد بين شيئين ليكون شيء تالت. ممكن اقول لك مثلا وي كومباين، احنا بنتحد، ويز اور فريندز، بنتحد بنتجمع يعني مع اصدقائنا، تو سولف اور بروبلمز، عشان نحل مشاكلنا. خد بالك يا عم، برنس كومباين ويز ومعاها تو برضه.
فانا في الجمله دي قلت لك combine with exercise، عندما يتحد مع التمارين. الجمله اللي بعد كده يا باشا، don't expect، لا تتوقع not immediate success because it could take a long time، لان الامر قد يستدعي وقتا طويلا. يبقى لا تتوقع ان achieve اللي معناها يحقق، اكيد هي دي مستر من غير ما نكمل الجمله اصلا. امال relieve، relieve معناها يشعر بالارتياح يعني يرتاح. believe معناها يؤمن بيه او يصدق، وانت عارف اكيد ان كلمه believe اللي معناها يؤمن بيه او يصدق ابدا لا تأتي في المجهول، في المستمر، لا تأتي مستمر لكنها تيجي مجهول عادي. طب ديسيف معناها يخدع. اخت مين يا مستر عندي اللي انا سمعتها قبل كده؟ اخت تريك. طيب فانا بقول لك بقى لا تتوقع ان تحقق نجاحا فوريا. وهنا يا باشا ما ينفعش ان انا اعدي من غير ما اقول لك الملحوظه دي. كلمه ام ميديت دي معناها فوري، زي كلمه انستانت اللي برضو معناها فوري. اوعى تعجنها مع كونستانت، الله يبارك لك. كونستانت دي معناها ثابت او مستدام، زي كلمه سستينبل. سستينبل برضو معاك في المنهج وموجوده، خد بالك. طيب الاثنين دول يا باشا عباره عن صفه. الظرف من كلمه immediate، immediately اللي معناها في الحال برضو. طب instant، instantly. الاثنين دول كده ظرف بمعنى في الحال، لكن الكلمه دي معناها فوري. فلما اقول لك immediate success اللي هو النجاح الفوري، انك تنجح على طول. طيب يجي الراجل مديني كمان كلمه at once اللي معناها برضو في الحال، ويسالك سؤال يقول لك يا باشا come here not، ناخد هنا مين فيهم؟ انا عايز اقول لك تعالى هنا في الحال، يبقى at once ماشيه معانا. او ينفع اقول لك كمان immediately وتبقى ماشيه معانا، تعالى هنا في الحال. طب دي رقم واحد. جمله ثانيه خربوشه كده، لما اقول لك مثلا he not answered me، answered me هو رد عليا في الحال. هنا ما ينفعش ناخد at once، هناخد مين؟ هناخد immediately. at once دي تيجي في الاخر بس، خد بالك من اللقطه دي. طيب فانا هنا خلاص خلصت الجمله دي كده. ادخل على الصفحه اللي بعدها يا باشا، الصفحه اللي بعدها كلماتك، وبعدين برضو شويه ايه تمارين جامده كده نبدا نستعين بالله وندخل عليهم. السؤال اللي بعد كده بيقول لك I am enthusiastic. enthusiastic دي معناها متحمس، بيجي بعدها حرف الجر about، يبقى ادي enthusiastic about the new post I occupy. post هنا معناها وظيفه، زي كلمه position المفروض انك عارف ان معناها وظيفه، زي كلمه job اللي معناها وظيفه. بس كل الناس دي لازم يجي قبلها عشان هي معناها وظيفه وهي اسم معدود. امال اللي ما تجيش معدود ايه يا باشا؟ اللي ما يجيش معدود يا فندم اللي اقول لك عايزه لحظه كده اديني بس اذنك الجميله. هنيجي كده اهو، وهنيجي هنا عشان نكتب الكلمات على بعضها كده ونبقى نطبعهم مره واحده. ركز معايا كده، عايز تعرف ان كلمه بوست دي معناها وظيفه، بنجيب قبلها ا، زيها برضو ا بوزيشن اللي معناها برضو وظيفه والله العظيم، زيها برضو ا جوب اللي معناها وظيفه. الناس دي كلهم كده معناهم وظيفه. حلو. طيب امبلويمنت، امبلويمنت بنستخدمها بمعنى وظيفه بس ده اسم لا يعد. عشان كده ممكن تقول لي اي كودنت فايند، انا لم استطع ان اجد ايه يا ترى؟ employment اللي معناها وظيفة ولا job اللي معناها وظيفة؟ أكيد أنت طالب خربوش وعارف إن job اسم معدود عايزين قبلها إيه زي ما أنا كاتب لك كده. فهنا هناخد employment. طيب ارجع بقى لجملتك اللي أنت شغال فيها كده هنا. أنا هتنطط بس شوية كده عشان إيدي لسه ما خدتش على البتاع ده دلوقتي. طيب إحنا قلنا enthusiastic إيه؟ about. طيب rehab is not but that hasn't stopped her from working out. بقول لك ان الرحاب كانت ايه لكن ذلك لم يمنعها من العمل. طب disabled معناها معاق. طب unable يعني غير قادر على اداء مهمه معينه لكنه عنده قدره انه يشتغل عادي. fit معناها لائق بدنيا، ولو انت عايزها كفعل بمعنى يناسب زي كلمه suit يناسب. ready معناها مستعد او جاهز، وخد بالك دي صفه. فهنا خدنا disabled وديسيبلد معاق، لكن disability اللي هي الاعاقه، وانت ممكن تقول رحاب has disability عندها اعاقه. in today's world في عالم اليوم success النجاح is something a by how much money you make from your job. في عالم اليوم النجاح هو شيء ما يعرف بانه ما مقدار المال الذي تمتلكه. appear يظهر. انا اصلا يا مستر ساعه ما لمحت appear في الاختيارات قلت لنفسي يد والله العظيم دي ما تنفع كاجابه. طب ليه يا عم؟ عشان انت عارف ان اصلا كلمه appear لا تاتي في المجهول، ولما تقول لي is appear دي يبقى انت جبتها مجهول، ارميها يا باشا بره في الشارع. refuse يعني يرفض، وrefine معناها ينقي. طيب فهنا بقى في الجمله بقول لك النجاح هو شيء يعرف بمقدار ما لديك من مال. رقم اربعه، the champion was able to knock his physical disability and win the gold medal. البطل كان قادر انه يعمل ايه في اعاقته البدنيه، خد بالك physical يعني بدني عكسها mental اللي هي ذهني، انت اكيد عارف الكلام ده.
المهم عارف يعمل ايه في اعاقته، عارف يتغلب على اللي اسمها overcome. overcome يتغلب على. طب over here يتصنف على شخص، overdo يعني زودها في الشغل يعني، oversleep يزودها في النوم يعني نام نوم زيادة راحت عليه نوبة. خمسة يا باشا بيقول لك we need to work hard، نحن بحاجة إلى العمل الجاد. في سؤال خلبوس هسأله لك على دي، to not the minds of foreign investors about the efficiency of Egyptian workers. efficiency دي كفاءة، احنا محتاجين نشتغل باجتهاد علشان نغير آراء الأجانب في العقلية المصرية، يبقى change. change mind يعني يغير رأي. بالمناسبة عايزك تاخد بالك من حتة كده، إنك أنت ممكن تقول change my mind وأنت عارف دي وخدتها قبل كده في إعدادي، معناها يغير رأيه، وغير رأي يعني. طيب لكن لو انت جيت قلت لي make up my mind فدي معناها يقرر، ومن باب الشيء بالشيء يذكر كما انا منعتاد. لما تقول لي في جملة I made up my mind، انا قررت I not a car، هتقول هنا يا ترى I will buy ولا I am buying ولا I am going to buy ولا ولا ولا. يا مستر made up my mind دي معناها اقرر، بتساوي مين؟ بتساوي decide، وانا عارف ان مع decide وبلان وانتند بناخد going to، فحضرتك هنا هتقول لي I am going to buy a car. انا عملت على دايرة على كلمة hard work، وقلت لك هسألك عليها سؤال خلبوس. السؤال الخلبوس ايه بقى؟ I not hard work، يا ترى هتيجي هنا تقول لي I used to ولا هتقول I am used to؟ هروح انا اسألك سؤال، هو I am used to بيجي بعدها ايه؟ فعلا نضيف له ing وممكن الاسم. طب يوز تو بيجي بعدها يا عم؟ بعدها الفعل في المصدر، وحضرتك هنا عندك هارد ورك يعني ايه؟ يعني العمل الجاد، اسم ولا فعل يا عم؟ ده اسم، خلاص يبقى حضرتك كده ما دام عندك اسم يبقى هتقول اي ام يوز تو، معناه انا معتاد على العمل الجاد. ارجع بقى كده لجملتك الثاني، هنا في الجمله بيقول لك سكسس ان لايف از بيست اون، النجاح في الحياه معتمد على، بيست اون معناها معتمد على او قائم على، امال بيست ان اللي هي زيها بالظبط، عارف انت لما نقول بي بيست اون معناها قائم على، طب be based in دي معناها موقعه. بص على الجملة دي my company شركتي is based on respect، شركتنا قائمة على احترام، أو is based in London، شركتنا موقعها في لندن. ركز في الكلام ده عشان الكلام ده مهم. طيب فأنت قلت لي بقى success in life is based on hard work and a، يا ترى شركاتنا قائمه او النجاح في العمل مبني على العمل الجاد والاصرار اللي هو اسمه ديترمينيشن. امال ايه ديتيريوريشن ده؟ دي معناها التدهور او الانهيار. طب اليمينيشن الحذف، افييشن دي الملاحه، ذا بروجكت از ا ريل نوت، المشروع كان ايه حقيقي؟ قبل ما احل الجمله دي عايز اصلا عايزك تعرف اصلا ملحوظتين كده مهمين لابعد حد. ايه الملحوظتين دول يا باشا؟ الملحوظتين دول بيقولوا الاتي، عايزك تعرف انك انت ممكن تقول ا سكسس دي معناها نجاح. طب successful كلمة success معناها نجاح، طب ايه success كده اصبحت صفة بمعنى ناجح. طب امال النجاح نفسه اسمه ايه يا عم؟ success. يجي الراجل في الامتحان ويقول لك we all seek، نحن جميعا نسعى الى نقط، يا ترى هتقول لي success كده اهو ولا ايه success؟ هروح انا مفكرك بالكلمتين اللي سألك عليهم، ان دول كده عبارة عن صفة هما الاثنين. طب ازاي صفة وقبلها ايه؟ ما هم على بعضهم كده بتعاملهم على انهم صفه، وسكسسفول كده بقت هي كمان صفه، الاثنين معناهم ده ناجح وده برضه معناها ناجح. طيب امال سكسس لوحدها اسم لا يعد، يعني ما ينفعش اجيب قبله اول ان، وبناء على ذلك نحن نسعى الى النجاح، النجاح اللي هو اسمه سكسس. طيب انا ممكن اغير لك السؤال واقول لك يو ار ا سكسس، انت رجل ناجح، او يو ار سكسس فول. سكسسفول دي صفة، امتى نجيب قبلها ايه يا مستر؟ ما ينفعش خالص الا لو انت هتجيب صفة زائد اسم. على سبيل المثال انك تقول لي مثلا شي از ا سكسسفول جيرل، هي فتاة ناجحة. في الحالة دي كده انت قلت لي او ان وبعدين صفة وبعدين اسم. طيب ارجع كده كمل، انت بتقول ذا بروجكت از ا ريل، واخد انت بالك من ادي بتنادى على مين؟ على طول على سكسس. طيب وبمناسبة كلمة succeed يعني ينجح ويعني يخلف شخصا في مهمة. We should not in doing volunteer work to serve our community، يجب أن إيه في القيام بالعمل التطوعي لكي نخدم مجتمعنا. decide يعني يقرر، participate يعني يشارك، join يعني ينضم إلى أو يشارك، take يعني يأخذ بره يا أفندم، وانت عارف ان take in معناها يفهم،
يعني understand ومعناها يتشرب، join يعني ينضم إلى، وأصلا كده كده من غير حرف جر، participate بيجي بعدها حرف الجر in معناها يشارك فيه، decide يعني يقرر، وكده كده معاها حرف الجر to. إذا الإجابة أصبحت participate يا باشا. السؤال بعد كده رقم واحد بيقول لك sorrowfully. sorrowfully معناها من المحزن، وده اسمه ظرف. الظرف ده لما يكون في أول الجملة كده لازم نعمل أول حرف كابيتال ونعمل بعده كوما، وبناء على ذلك أي جملة تلاقيها بادئة بنقط وبعدها كوما أعرف إنك عايز ظرف يا برنس. Everything in some people's lives، بعض الأشياء أو كل شيء في حياة بعض الناس بيقاس in a of money، بيقاس in terms of money، يعني بناء على الفلوس. وممكن نحط هنا كلمة according، بس according to. وهنا في ملحوظة عايزك تركز فيها زي الشاطر كده، لما تلاقي في الجملة كلمة in turn كده، in turn دي معناها بدوره، دي زيها كلمة so، زيها كلمة consequently، زيهم كمان كلمة accordingly. accordingly الناس دي كلها بتفيد الريزلت اللي هي النتيجة. طيب احنا هنا خدنا in terms of، امال ايه in turn؟ معناها زي ما قلنا بدوره زي ما اتفقنا. طيب in fact معناها حقيقة، in advance معناها مقدما. وهنا اوعى تنسى ان عندك كلمتين كده لازم تعرفهم، انت اكيد حافظهم ان شاء الله، اللي هي كلمة advance in اللي هو التقدم فيه، و in advance اللي معناها مقدما. بص خد بالك دي معناها مقدما، تدفع الفلوس مقدما قبل ما تاخد الخدمه. لكن ادفانس ان اللي هي معناها بالعربي كده التقدم في. مستر الكلام ده انا سمعته قبل كده يا حبيبي، ما فيش كلمه هتسمعها في الترم الثاني ما سمعتهاش قبل كده، كل الكلام ده تكرار. طيب زي ريل نوت واي هي ووز انجري، الايه الحقيقي في ان هو كان غاضب، از ذات هي ووز انسولتد، ان هو اتشتم اوبنلي علانيه. طبعا حضرتك من فضل خيرك يعني، انا كنت بسجل دلوقتي واكتشفت ان المايك ان التسجيل مش شغال، على اي حال فكتبت دي ريزن، دي معناها السبب، بيجي بعدها احتمال 2 3 4 4 احتمالات عايزك تعرفهم. ذا ريزن فور او بيهايند دي بيجي بعدها اي ان جي او اسم، ودي معناها السبب فيه. زي مثلا اقول لك ذا ريزن فور لوزينج ذا ماتش، او ذا ريزن بيهايند لوزينج ذا ماتش، ممكن اسم اقول لك ذا ريزن فور ذا لوس الخساره. ذا ريزن واي وي لوست ذا ماتش، ذا ريزن وي لوست ذا ماتش، او ذا ريزن ذات وي لوست ذا ماتش. طيب فحضرتك هنا عايز ذا ريزن عشان واي الحلوه اللي قدامك دي. The young man was able to not the challenges he faced with stamina and dedication. بقول لك الرجل الشباب كان قادر انه يعمل ايه في التحديات، اكيد يواجه التحديات overcome. اختها الثانيه اسمها get over. طيب ادخل على اللي بعد كده رقم اربعه. He was 15 when he started to not a lot of tournaments. هو كان عنده 14 15 سنه لما بدا ان هو يفوز بالبطولات. امال ايرن يكسب فلوس مع الماني بس. conquer يعني يغزو، ممكن نقول conquer his fears يعني يغزو مخاوفه مثلا. beat يعني يهزم، زيها كلمة defeat اللي معناها برضو يهزم. they have accepted him the representative of the company، هم قبلوه كمديرا كممثلا للشركة. as a representative يعني كممثل. رقم 6 people believed that، الناس اعتقدوا ان هي couldn't have the career، لن تتمكن من الحصول على الحياة المهنية والمهنة دي اللي هي ارادتها. because of بسبب something that، بسبب شيئا ما. that not her different، different يعني مختلف، صفة. lift يعني يرفع، قال لا وعايزة بعدها مفعول to المصدر فاستبعدها. took يعني أخذ، طب made معناها جعل. والجملة على بعضها هم كانوا معتقدين إن هي لن تتمكن من الحصول على الوظيفة اللي هي عايزاها بسبب شيئا ما جعلها مختلفة عن الآخرين. رقم سبعة يا باشا، my sister has not an inspiration، أختي أصبحت إلهاما أو ملهمة للكتاب الآخرين، يبقى has become. he is not a presentation يعني هو بيعمل عرض تقديمي. with two others on the lectern at the front of the class يعني هو بيعمل عرض على المنبر امام الفصل. give presentation يعني يعطي عرضا تقديميا اسمها give، يبقى خدنا هنا give. هي دي بقى الجزئيه دي خاصه بالمشتقات والمعاني المختلفه للكلمات. طبعا الراجل مديك هنا overcome يتغلب على كصفه بمعنى مرهق، value يعني قيمة ويقيم ويقدر، develop يعني يصاب بمرض، develop cancer يصاب بالسرطان مثلا، develop a film يعني حمض فيلم، ودي طبعا حياتها هتفيدك في قطعة جدا، lecture المحاضرة ومعناها الموعظة. my father gave me a lecture، أبويا اداني موعظة. treat معناها يعامل ومعناها يدفع ومعناها يعزم، حتى لما يكون معاك واحد صاحبك في المطعم وانت عايز تقول له يعني سيبها على حسابي تقول له it's my treat، الموضوع على حسابي. he was not with fatigue and collapsed after the marathon، هو كان ايه من التعب، كان مرهق من التعب، يبقى overcome انت هتضرر overcome. ومعناها ايه يا باشا؟ معناها مرهقا من. do you fancy going out for dinner tonight، عايز تطلع النهارده عشاء بره.
I will not you. أنا يا باشا هعزمك، يبقى I will treat you. treat هنا معناها يدفع ثمن الأكل أو يعزم. الجملة اللي بعدها بيقول لك digital cameras، الكاميرات الرقمية have no film that needs to be، ما فيهاش فيلم محتاج إن هو يتم تحميضه، يبقى developed رقم C. It was a long note about what should and shouldn't be done. دي كانت عبارة عن محاضرة طويلة، موعظة طويلة بشأن ما يجب أن نفعل وما لا يجب أن نفعل، يبقى lecture. I not a cold over the weekend. أنا أصبت بالبرد، أصاب بالمرض اسمها ديفولوب اللي هي رقم دي. يبقى أنت عارف ديفولوب يطور، ديفولوب يصاب بمرض، ديفولوب يحمض. طيب تريت يعني يعامل ويعزم ويدعو، أوفركم يتغلب على ومعناها مرهق من كصفة يعني. ليكتشر محاضرة وبرضه معناها موعظة، كلام سهل ولذيذ وما فيهوش أي قضية ولا مشاكل. هدخل بعد كده حضرتك على الأسئلة بتاع تشيك بوينت على اللانجوج نوتس. أول سؤال بيقول لك دو يو think that earning more money is a real not، هل تعتقد انك تكسب فلوس كتيره ده يعتبر real a، يبقى انت عايز success يا مستر. شيل دي هتحط مكانها بقى really، لو انت عايز حاجه تانية هتقول really successful، يبقى انت هتقول do you think that earning more money is really successful او is a real success. بس المعنى الحقيقي الافضل انك تقول هو نجاح حقيقي. The man not 40 committed the terrible crime. الرجل الذي بلغ من العمر كذا. الذي يبلغ من العمر aged. طب ما هو في at the age. At the age عايزة بعدها of. طيب المهم aged معناها الذي يبلغ من العمر. طب do you mind؟ do you mind كده كده بعدها الفعل مضاف له ing. power lifting with me tomorrow. هل تمانع في أنك تمارس رياضة حمل الأثقال معي غدا؟ عارف أني أمارس حمل الأثقال اسمها do power lifting، فعشان كده هنقول doing رقم دي. attempts to resolve the dispute، محاولات لحل النزاع. met with little، قوبلت بنجاح، نجاح اللي هو success اللي هو رقم دي. meet something with success معناه يقابل بنجاح. her achievements have not winning gold at the 19 the 2019 world para powerlifting championship and silver at كذا. يعني بيقول لك ان انجازاتها ايه، الفوز بكذا اكيد انجازاتها تضمنت اشتملت على، يبقى included رقم B. اللي بعد كده all the staff are not about the project، كل الناس اللي في الشركة كانوا متحمسين بشأن المشروع. متحمس اسمها enthusiastic اللي هي رقم B. وما الانثوزيازم ده الحماس ذات نفسه. طب enthusiast معناها متحمس بس دي noun. طب an enthusiast طبعا ده برضو نفس القصة، متحمس زي ما اتفقنا هي noun عشان كده قبلها ايه. طيب انا عايزك تاخد بالك من حته كده، انا عايزك تاخد بالك من اللقطه دي اللي هي يبقى انك ممكن تقول ساره is enthusiastic about tennis، يعني متحمسه للعبه التنس enthusiastic about، او انك تقول ساره is tennis، بس طبعا هنجيب قبلها ايه عشان ده اسم معدود enthusiast، والاثنين معناهم متحمسا لي. الجزئيه اللي حضرتك سمعتها دي كانت بمثابه عرض للكتاب، الكتاب اللي اسمه ماي نيو فريند. الكتاب ده احنا لسه هنبدا نشتغل فيه، لكن احنا شغالين من كتاب A1 حاليا. لو حضرتك حابب تنضم للكتاب من دول تواصل معانا على الرقم 010 20 78 78 39. ابعت رساله على الواتساب اديك كل التفاصيل اللي انت حابب تسمعها، ولو عايز تتواصل تسال على حاجه اسال على رسائل الواتساب والتليجرام. نلتقي إن شاء الله رب العالمين في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.